طيب سؤال عبد الحي يوسف إذا على الطيبة عن الحنة بالنسبة للرجل قال جائزة، ما قول الدين في هذه المسألة؟ ما بيجوز يا أخوانا، ما بيجوز الحنة للراجل، ما بيجوز، بل هي من أفعال النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لقى امرأة ما متحننة فأمر أهلها إنه يخضبوها، لأنه قال لو كانت امرأة لخضبت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى الرجل متحنن فزجر النبي صلى الله عليه وسلم زجرا شديدا. فما بيجوز يا أخواننا الحنة، ده من التشبه بالنساء، وهذا من عادات النساء ليست من عادات الرجال. حتى لو كنت عريس، وحتى لو أمك في العرس قالت لك لو ما خدت لك حنة أنا ما عافي عنك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الخالق. هنا لو غضبت عليك أنت ما بيضرك حاجة في الإسلام، ولا ربنا بيغضب عليك. ليه؟ بل ربنا بيغضب عليك لو أطعتها، لأنه دي معصية فما تطيع. يجوك الجبهجية زي واحد اسمه محمد أحمد حسن يقول لك عشان أمك ترضيه تديها حتيتة بتاعت حني. ما بدي أي حني، تمهوم ولا جنة، ما بدي أي حني. أنا بصاحبة بقول لها يا أمي أنت مرة فاضلة وكده، لكن الكلام ده بوديني النار وما بيجوز وكده، فما بعمل. لكن ما بأخذ تلي كده، أو واحد قال تسلم بالفتاة بتاعت ناس الترابي وشل البايخة دي، يقول لك تسلم على المرأة، تسلم على بحائل، تخذت لك حاجة كده. أنا أشوف المرأة دي إلا 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 إلا, إلا تبقى مرتي أو أختي أو محرم بالنسبة لي. لكن لو بقت أجنبية، أجنبية مش معناها الملكة جانسي، أجنبية معناها بيجوز لك تتزوج بها، دي اسمها اجنبيه. يعني الالافات هنا في الجامعه يقول لك دير يا اخ بالغت يا اخ، دي سودانيات يا اخ، عند الرقم وطني لا دي تشات اجنبيات. والله لو بنت خالتك برضه اجنبيه، لانه بيجوز لك تتزوج منها، فما بيجوز لك تصافحها، ما بيجوز لك تصافحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يطعن احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له، في ام راسي خير له من ان يمس امراه لا تحل له. فما بيجوز يا اخواننا المصافحه، فهمت؟ واحد يقول لك بحائل، واحد يقول لك بعمة، ده شغل بتاع جبهجية. دين بالمزاجات وبالمقاسات، شوف كم 7 سنتي، ده الدين 7 سنتي، هاك 7 سنتي، دين 10 ملي 10 ملي، ده لعب، ده لعب. فما بيجوز لا بحائل لا ما بحائل، ولا تلصقوا بالحيطة ولا كده، تدار تولع لمبة ولا دار تسوي شنو، ما بيجوز، حرام، موضوع انتهى. طيب فعبد الحي يوسف ذاته بعدين ده شوف الشباب اللي بيمشوا المشوا داعش، مش قبل فترة في بنات مشوا أولاد مشوا، ديل كلهم أو الغالب فيهم أو كثير منهم ديل طلبة لعبد الحي يوسف المشوا داعش. نسوان مشان داعش عندنا حاجة اسمها جهاد النكاح، طبعا هناك يقول لك المجاهدين، ولعب ساكت واحد الإسلام ما بيعرف فوقه أي حاجة، بدل ما يتعلم الإسلام والدين وينشره في بلده يقوموا يتلملموا مجموعة من الصعاليق والمجرمين، وديل يمشن هناك. ها انت عارف بيمشي ليه؟ لانه هناك الجنسيات كلها جنسيات سوريه وبتاع. والله جد واحده تلقاها مشت يقول لك جهاد النكاح، ده يزوجها ساعتين بعدك، ده 3 يوم، ده 4 يوم، ده زنا، ده زنا والله الذي لا اله غير ده. وده يا اخواننا اساءه للاسلام، فده كله من اللعب. ديل كلهم متاثرين بفكر عبد الحي يوسف، وطلبته قاعدين قروا معانا في جامعه السودان، وكثير منهم ناس بنعرفهم. واحد مشى، واحد من اخواننا نصح امه قال لها عندك قريبي كان ودى بضيع عليك، قالت له ما عندك بيو شغله وكذا وكذا، بعد شهر جاءت تبكي للولد. فدي مشكله. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.